اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم اليومي همزه وصل. هذا البرنامج بكل تاكيد نتناول فيه يوميا اهم الاحداث والموضوعات الاكثر تناولا على الساحه المصريه المحليه داخليا وعلى ربما الساحه الاقليميه او الساحه الدوليه. بكل تاكيد في هذه الفتره وفي هذه الايام تحديدا الموضوعات الاكثر طرحا والاهم والمصيريه هي القرارات والاصلاحات الاقتصاديه التي اتخذتها الحكومه المصريه من اجل النهوض والتحرك بخطوات اماميه للتنميه الاقتصاديه وتحقيق امال هذا الشعب التي طالما عاش مكافحا من اجلها كثيرا. حلقة وبرنامج همزة وصل يمكنكم التواصل معها من خلال عدة مواقع ومن خلال وسائل متعددة لإبداء آرائكم وطرح تساؤلاتكم، ولكن قبل أن نعرض هذه المواقع وسبل التواصل دعونا نتعرف على سؤال وموضوع حلقة اليوم، وهو واحد من الموضوعات الهامة التي طرحت بالأمس، وهو ما هي آليات ضبط تسعيرة السيرفيس والنقل بعد زيادة أسعار الوقود؟ جزء من هذه الإصلاحات والقرارات الاقتصادية التي اتخذت بالأمس كان ارتفاع أسعار الوقود. بكل تأكيد هناك كما أوضحت عدة وسائل للتواصل معنا، ستكون هي عبر أي هاتف محمول 1435، أي هاتف أرضي 0991 30، يمكنكم إبداء آرائكم من خلال هذه الأرقام. أيضا هناك مواقع للتواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر جوجل بلس سكايب إنستغرام، كل هذه السبل تطرحون آراءكم من خلالها حتى نطرحها على المتخصصين والمسؤولين للمزيد من التعرف على الجوانب والآليات والضوابط التي تحكم هذه القرارات خاصة رفع سعر الوقود. قبل أن نبدأ موضوع حلقة اليوم دعونا نتعرف من خلال التقرير التالي على أهم المعلومات حول هذا القرار تحديدا. قائمة جديدة من الأسعار للمنتجات البترولية أعلنتها وزارة البترول والثروة المعدنية وبدأ سريانها اعتبارا من اليوم، حيث أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن القرارات التي اتخذتها الحكومة جاءت تنفيذا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة ليست لديها رفاهية تأجيل هذه القرارات. الأسعار الجديدة تضمنت سعر لتر البنزين 95 بلغ نحو 625 قرشا، وقد تم تحرير سعره، وبنزين 92 بلغ نحو 350 قرشا، وبنزين 80 بلغ نحو 235 قرشا، والسولار نحو 235 قرشا. كما تضمنت الأسعار الجديدة ارتفاع سعر الكيروسين حيث بلغ نحو 235 قرشا، والمازوت للصناعات الغذائية بلغ 1500 جنيه للطن، ومازوت الكهرباء 1500 جنيه للطن، ومازوت الأسمنت 2500 جنيه للطن. كما ارتفع سعر غاز السيارات الذي بلغ سعر المتر المكعب 160 قرشا، وغاز المنازل للاستهلاك من 0 إلى 40 مترا مكعبا بلغ نحو 75 قرشا، ومن 40 إلى 75 بلغ 150 قرش لكل متر مكعب، وما يزيد عن 75 مترا بجنيهين لكل متر مكعب. وبالنسبة لبوتاجاز 12.5 بلغ 15 جنيه لكل عبوة، وبوتاجاز 25 بلغ 30 جنيها لكل اسطوانة. من جانبه قال وزير البترول المهندس طارق الملا أنه رغم تحريك الأسعار الخاصة بالمواد البترولية لأن الدولة ما زالت تدعم المواد البترولية. كما أوضح وزير البترول أن خطة الوزارة تستهدف توصيل الغاز الطبيعي لكافة المنازل وتوجيه الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن العديد من دول الجوار بدأت في تخفيض الدعم في المواد البترولية. شاهدين تابعنا من خلال التقرير التحريك الذي حدث في أسعار الوقود والتصريحات أيضا التي أدلى بها السيد رئيس الوزراء حول هذه القرارات، وأنها لم تكن هناك مساحة أو رفاهية في اختيار اتخاذ هذه القرارات من عدمه. أيضا أوضح السيد وزير البترول أن هذه القرارات جاءت بالضرورة نظرا للكثير من الأعباء على الموازنة التي تتحملها من أجل توفير
تطوير متطلبات الوقود في مختلف المجالات والقطاعات على مستوى الدولة. بكل تأكيد هذه القرارات نعلم جيدا أنها لم تكن إلا خطوة على طريق الإصلاح والوصول إلى التنمية المستهدفة. دعونا نتعرف من خلال ضيوفنا على كافة الجوانب المتعلقة بهذه القرارات وكيف نحد من تأثير هذه القرارات على تحديدا وسائل وقطاع النقل وخاصة النقل الخاص. تكون معنا عبر الهاتف أستاذ سعيد محمد رئيس لجنة النقل مجلس النواب والأستاذ كمال ريان مدير تحرير جريدة العالم اليوم. نبدأ مع الأستاذ سعيد محمد. أستاذ سعيد بعد التحية في البداية نود أن نعرف السادة المشاهدين أهمية اتخاذ هذه القرارات في هذا الوقت تحديدا وانعكاسه على الموازنة العامة. أنا الأول مساء الخير لسعادتك المستشار يا فندم. يمكن أنا أحيي الحكومة من الشجاعة اللي احنا يعني مع إدماجها لحكومات سابقة، وهذه الخطوة كان لو خدناها من سنين فاتت أعتقد كانت مصر وصلت مرحلة اقتصادية عالية في الوقت الحالي. حضرتك يمكن لو انا غاوي على كرسي او عاوز اقعد على كرسي بتاعي ما كنتش هاخد هذا القرار، بس نظير هذا القرار لو ما اتخذ اعتقد كان فيه هيبقى قرارات سلبيه او حاجات سلبيه غير متوقعه الدوله كانت هتشوفها في خلال الايام القادمه. حضرتك يمكن السيد رئيس مجلس الوزراء ما بيقول لك ما فيش خيار، يبقى اذا ما فيش حاجه قدامه خالص، الدنيا قفلت قدامه خلاف هذا القرار. حياتك لازم مصر تعيش وهتعيش صح نهاره ما يكون ما لقيش واحد غني بياخد قوت الفقير اللي هو مدعم، ما لقيش اجنبي بياخد قوت الفقير اللي هو مدعم، ما لقيش دعم ما بيصلش للمستحقين، بالعكس هو مجال نهب وسرقه، واحنا شفنا الكلام ده من لجنة تقصي الحقائق في مجلس النواب. هنتعب مصر هتتعب هنتعب، لكن لازم نتعب عشان نجني، لكن انا لو ما تعبناش ما نحاولش مش هنوصل. استاذ سعيد في موضوع التعب اللي حضرتك بتتكلم فيه ده، هناك معادله مصلحه العامه والمصلحه العليا للدوله والموازنه وتحقيق التنميه الاقتصاديه وايضا حمايه المواطن من استغلال البعض لمثل هذه الخطوات وهذه القرارات، كيف يمكن تحقيق التوازن بين طرفي هذه المعادلة؟ يعني أنا أعتقد الدولة لما تقدم على هذا الموضوع أعتقد قدامها إمكانية، ما أعلنتش الكلام ده عشان خاطر حتى يوم ما كان استدعينا السيد رئيس مجلس الوزراء عشان خاطر كان بعض من السادة الزملاء كان عايز يسحب الثقة من سيادته ومن الحكومة، أعتقد هو قال الإصلاح قادم ما رضاش يعلن عن وقته عشان خاطر برضه اعلان غلط بالنسبه لي لاي اعلان عن وقت الاصلاح، اعتقد كان الناس هتبدا تعمل حاجات عكسيه بالنسبه للخطاب. الاصلاح اكيد في جوانب كثيره جدا بالنسبه للشعب المصري يعني بيه. اعتقد المسؤولين في الوزارات، اعتقد رئيس مجلس الوزراء عارف كويس قوي ازاي هواجه هذه المشكله، ازاي هواجه واحد غلبان مسكين مش هيقدر على وسيله مواصلات هتوصله او ارتفاع في اسعار الاكل وخلافه او وسائل المعيشه، اعتقد ان هو هيبقى في وسيله ثانيه، واعتقد انه حاطط هذه الوسيله بس ما رضاش يعلن عنها عشان خاطر برضه الاستغلال السيء بالنسبه للبعض. نعم طب استاذ سعيد، ليست هناك اطروحات امام البرلمان للمناقشه بشان اتخاذ اي قرارات تحفظ حق الطرفين، ربما ايضا السائق والقائمين على خدمه السيرفيس والمواطن كلاهما حتى لا يتضرر. نعم تفضل. لو كل واحد عمل طرقات اعتقد مش هنوصل لحد. احنا في اول جلسه هنجيب الحكومه ونشوف ايه الرؤيه بتاعتها بالنسبه لمحمود الدغلي وخلافه. حضرتك لازم الاول تشرح لنا رؤيتها بالنسبه للزياده اللي هي اعتقد بدات بمجرد تعويم الجنيه المصري، مجرد زياده اسعار البنزين والسولار. طبعا في رؤى هي اكيد شايفاها، احنا مش عايزين نسبه الاحداث، لكن هي اول جلسه اعتقد الحكومه هتيجي تطرح رؤيتها، ولا ما كانش رؤيه واضحه او رؤيه واضحه في شعب
الطبقة المصحونة أعتقد هيبقى فيه رؤى تانية بالنسبة لمجلس الشعب. مجلس الشعب حريص جدا، حريص جدا على المواطن، والحكومة أعتقد حريصة جدا، وأنا أعتقد أن هي أجرى خطوة عملتها الحكومة هي. استاذ سعيد ارجو ان تبقى معنا، لازم الاستاذ كمال ريان مدير تحرير جريده العالم اليوم. استاذ كمال بعد التحيه، وانت متخصص في عالم الاقتصاد، من وجهه نظرك كيف يمكن الحفاظ على حق السائق في نسبه الوقود واسعار الوقود التي ارتفعت، وايضا حق المواطن البسيط الذي لا يملك سوى وسيله النقل من خلال السيرفيس او عربات التاكسي او خلافه، يعني كيف نحفظ حق الطرفين؟ نبدا في البدايه نؤكد ان يعني هذه القرارات طبعا هي قرارات ليست سهله، قرارات صعبه وتاثيرها بالتاكيد ليس سهلا على المواطن، لكن هي اشبه بالعمليه الجراحيه التي تاخرت كثيرا طوال سنوات. فطبعا تاخر اجراء العمليه الجراحيه طوال سنوات او طوال عقود يعني الحقيقه جعل العمليه اصعب وجعل المرض اصعب. فطبعا يعني هذه القرارات النهارده كانت موضوع للمؤتمر الصحفي الموسع لعقد رئيس وزراء، وسألنا رئيس وزراء في كل الأمور فيما يتعلق طبعا بالإجراءات الحمائية. بالتأكيد طبعا ارتفاع أسعار الوقود هيصاحبه، هو طبعا بالنسبة للدولة هيوفر 20 مليار جنيه لموازنة الدولة، لكن في نفس الوقت هيصاحبه يعني ارتفاع في أسعار المواد المختلفة. الحكومة عندها غدا اجتماع لمجلس المحافظين برئاسة رئيس الوزراء، هذا الاجتماع هيناقش كل الإجراءات الحماية اللي من الممكن أن تؤخذ لحماية كل الأطراف الحقيقة. طبعا فيما يتعلق بالنقل هيشوفوا يعني إيه نسبة الارتفاع المسموح بها. ألو؟ نعم معك. نعم. هيشوفوا نسبة الارتفاع المسموح بها للسائقين طبعا بناء على ارتفاع المواد البترولية أو البنزين والسولر وغيره، هيشوفوا ده المفترض هتعمل ارتفاع قد ايه. والنهارده وبكره في مجلس المحافظين زي ما بقول هيكون في بحث مفصل لهذا الموضوع، وطبعا بما لا يؤثر على مصلحة اولا المواطن اللي هو السائق والمواطن كطرفين، ومن ثم المواطن والسائق وفي ضوء الزيادات المطلوبه. لكن الحقيقه اللي احنا محتاجينه واللي اكدنا عليه النهارده في المؤتمر مع رئيس الوزراء ان تكون يد الدوله قويه فيما يتعلق بعدم استغلال هذه الزيادات. طبعا هي الزيادات طبعا هي يعني هتعمل زيادات بالتاكيد في اسعار سواء المواصلات او حتى يعني عفوا استاذ كمال، هو بكل تاكيد انعكاس ارتفاع سعر الوقود بينعكس على اشياء اخرى كثيره، لكن ارجو ان اقف عند نقطه بتفسر لي كيف تكون يد الدولة قوية. هل تقصد اتخاذ إجراءات حاسمة، تشريع بعض القوانين والضوابط لمن يخرج عن هذه الإجراءات، أم ماذا؟ نعم، احنا لدينا القوانين، يعني احنا عندنا قانون حماية المستهلك، عندنا قانون منع الاحتكار، عندنا قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، عندنا الحقيقة لدينا قانون، لكن احنا محتاجين يد الدولة قوية في مراقبة الأسواق، في يعني منع أي استغلال، في تحديد هامش ربح ل يعني كل الأطراف، وبما طبعا وفقا لهذه الأسعار، لكن أي زيادة عن هامش الربح المحدد، أي تلاعب في الأسواق، أي استغلال لهذه الإجراءات لابد أن يواجه بتطبيق حاسم للقانون. القوانين موجودة، لكن نحن نحتاج إلى تطبيق حاسم لتلك القوانين، نحتاج إلى رقابة على الأسواق، نحتاج إلى أن جهاز حماية المشترك يكون ليه أذرع في كافة المحافظات، نحتاج إلى آلية للمواطن اللي هو بيتعرض لمثل هذه الإجراءات. أستاذ كمال، هذا أيضا يدفعني إلى موضوع آخر، يعني بعد رفع أسعار الوقود بالأمس هناك من اليوم استغل هذا الارتفاع وقام بتحديد أسعار نقل بكيفية ما يراها، أسعار من السيرفيس والخدمات للتوصيل، أيضا كان هناك لغط كثير حولها في المواقف اليوم، هناك من أصر على الأسعار القديمة وهناك من أصر على الأسعار الجديدة، كيف تحكم هذه المنظومة تحديدا حتى لا يحدث أي شكل من أشكال الانفلات يشكل عبء على المواطن؟ نعم، ده بالفعل كان موضوع، يمكن كان موضوع فرض نفسه النهاردة خلال اللقاء مع رئيس الوزراء، ويمكن انا سالت رئيس الوزراء تحديدا في هذا الموضوع، قلت له هنشوف فعلا ممارسات وهنشوف ازاي نحكم هذه المنظومه. وده يمكن عشان كده بكره في اجتماع اللي هو مجلس المحافظين برئاسه الوزراء، والموضوع الرئيسي على جدول هذا الاجتماع هو كيفيه حمايه المواطن
من اي ممارسات غير مشروعه. طبعا احنا محتاجين زي ما كنت بقول دلوقتي ان يكون في رقابه اولا، بس تكون الامور قبل الرقابه تكون امور مفهومه. مفهومه بمعنى ايه؟ معروف ان الزياده في اسعار المواصله هتكون كذا بنسبه كذا، خلاص دي حاجه بناء على الاسعار الجديده الوقود تكون معتمده، وفي نفس الوقت يكون اي خروج او تحايل او زياده، او حتى البعض بيلجا يمكن في بعض الخطوط المواصلات البعض بيلجا الى تقطيع الخط نفسه ان هو بالفعل التحايلات كثيره يا استاذ كمال، التحايلات كثيره يعني احنا اعتقد ان مجلس المحافظين مطالب غدا ان هو يعلن عن اجراءات حاسمه وتواجد على الارض من كل المسؤولين، سواء طبعا في الاحياء في المدن في غيرها في المحافظات، بيكون في تواجد على الارض من كل الاجهزه من كل المسؤولين لضبط الاسواق ومنع هذه الممارسات. تمام استاذ كمال، ارجو ان تبقى معنا. نعود للاستاذ سعيد محمد رئيس لجنه النقل بمجلس النواب. يعني استاذ سعيد، كما ذكرنا في البدايه، السائق له حق بكل تأكيد هو يطالب به، أيضا المواطن له حق، هل هناك تشريع بعينه يحفظ حقوق كلا الطرفين؟ أنا لحظة بس سعادتك، أنا اللي هو سعيد سعيمة، أنا كنت شغلت مدير مرور لأكثر من محافظة وأخيرا مدير البرامج. نعم يا فندم. قانون المرور نص على الكلام ده صراحة، وليس هناك تشريعات بشأن الزيادة في الأجرة. قانون المرور ادى حق بالنسبه لمجلس المحلي مجلس الشعب المحلي مع المحافظ تحديد الاجره، وانا بنادي من خلال برنامج بتاع سعادتك محافظين ما تخافش، محافظين يا ريت، هو انا ما عنديش مجلس شعبي، انا عندي مجلس تنفيذي بيقوم مكان المجلس الشعبي، ما تخافش، افضل من انا احدد الاجره دلوقتي النهارده وازودها بنسبه بسيطه مع هامش مع الزياده، هامش ربح مع الزياده تمام مقننه، تمام افضل من ان احط دماغي في الرمل واقول لك عشان خاطر الناس ما تقولش زودت، لا هو الصح كده. انا كل طول عمري وانا مدير مرور كنت اقول للسواقين ما فيش زياده في السولر، اقول له اوعى تفتح بقى حقك هيجي لك، واطلب جلسه مجلس المحلي في وقتها مع السيد المحافظ واقر زياده تتناسب مع زياده في البنزين والسولر. نعم سياده، انا بدعو المحافظين النهارده اتفضل ما تخافش، الصح ما نحطش دماغنا في الرمل ونقول اخليها تمشي وخلاص تسعيره وديه ونعمل مشاكل مع المواطن، الصح تحط لي تسعيره مناسبه، وضباط المرور يا فيهم ضباط المباحث وضباط مباحث المديريه تنزل تراقب هذه التسعيره، هو ده الصح. تمام الاستاذ سيد لواء سعيد محمد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، نشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة. ونعود للأستاذ كمال ريان مدير تحرير جريدة العالم اليوم. يعني أستاذ كمال، أنت عرضت أنه تم تناول هذا الموضوع تحديدا وأسعار النقل مع السيد رئيس الوزراء، هل نستطيع أن نستفيد من ذلك أن هذه القرارات أو الآليات التي ربما تتخذ ستكون ربما باكر أو بعد باكر، أم أنها ستكون محض دراسة لفترة؟ لا بالتأكيد طبعا، غدا في اجتماع مجلس المحافظين هيكون فعلا هيكون فيه قرارات مهمة لحماية المواطن وحماية السوق وضبط السوق، وليس فقط ضبط السوق لصالح بما يحقق لازم مصالح جميع الأطراف. بالفعل أنا يعني أتوقع أن كل محافظ يصدر يعني تعرفة المواصلات نعم. في داخل محافظته في المناطق المختلفة، ويكون في رقابة والتزام من كل الأجهزة في هذه التعرفة، وأعتقد أن ده هو الحل اللي هيكون موجود أمام مجلس المحافظين غدا. نعم. طيب أستاذ كمال، هل تم التطرق لأي موضوعات أو إجراءات أخرى بشأن السلع والأسواق على خلاف موضوع تحديد الهوامش؟ ونحن أيضا علمنا من قبل أنه لن تكون هناك تسعيرة جبرية، لكن كيف ستحكم الأسواق في حالة عدم وجود تسعيرة جبرية في السلع الاستراتيجية تحديدا أو بعض السلع مثل الخضر مثلا؟ هو بالفعل تم الإعلان النهاردة عن عدد من الإجراءات الحمائية، منها على سبيل المثال زيادة أسعار توريد طن أرز الشعير، ومنع القيود على استيراد السكر وسواء قيود جمركية أو غيرها من القيود، كل ده طبعا بيهدف لتوفير السلع في الأسواق وتهدئة أسعارها. أيضا تم الإعلان عن زيادة قيمة الدعم المخصص لكل فرد على البطاقة التموينية من 18 ل 21 جنيه، وده يعني زي ما أعلن هيعمل تكلفة إضافية 2.5 مليار جنيه على الدولة.
ويعني تم الاعلان عن ايضا ان هيكون في حوالي 5 مليار جنيه ايضا هتتحملها موازنه الدوله ل يعني هذه الزيادات، وايضا لتوسيع قاعده المستفيدين من الدعم هيكون في تنقيه للبطاقات اضافه نعم. الناس اللي هي مش مضافه. فكان من الاعلان عن زياده عدد المستفيدين من برنامج التكافل وكرامه وغيرها. الحقيقه تم الاعلان عن مجموعه من الاجراءات الحمائيه لمحدود الدخل، لكن المهم يظل نؤكد دائما المهم هو التنفيذ وتطبيق على ارض الواقع. على ارض الواقع. استاذ كمال ريان مدير تحرير جريده العالم اليوم، نشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. نذهب مشاهدينا الآن معنا، انضموا إلينا عبر الهاتف سيادة السفير محمد الحسيني الخبير الاقتصادي بالأمم المتحدة. سيادة السفير بعد التحية، من وجهة نظرك كيف تستطيع الحكومة تحقيق المعادلة المتزنة بين مواكبة الأسعار العالمية للوقود وتخفيف الأعباء أيضا عن المواطن في نفس الفترة الزمنية؟ مساء الخير لحضراتك وعلى السادة المشاهدين. الموضوع له شقين. الشق الأول أن احنا ندي بريف صغير للسادة المشاهدين عن القرار الموفق اللي اتخذته الحكومة أمس، وهو تحرير سعر الصرف. تعويم العملة هو أن احنا بنعمل أو بنجعل سعر صرف العملة محرر بشكل كامل، بحيث أن الحكومة لا تتدخل أو البنك المركزي في تحديده بشكل مباشر أو بأي صورة، إنما بيتم تحديد سعره تلقائيا في سوق العملات من خلال آلية العرض أو الطلب، فبتسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية. ده معناه إن الحكومة هي كان التأخر مش تأخر في اتخاذ القرار، ولكن هو كان بدراسة، وكانت دراسة موفقة جدا في إن إزاي إن أنا أحدد سعر الصرف أو التعويم، إن أنا خليته التعويم الخالص اللي هو يتم ترك تحديد سعر الصرف لقوى السوق وآلية العرض والطلب بشكل كامل. نعم. ده القرار اللي طيب القرار ده بيبقى له تبعيات كثيرة. التبعات اللي بتحصل إن أول شيء بيبقى عندك في السلع الأساسية أو السلع غير الأساسية أو المحروقات بيبقى فيها زيادة، لأن إحنا عندنا الواردات هي تمثل شكل كبير جدا أو تمثل حجم كبير جدا من موازنة الدولة. الزيادة اللي حصلت عندنا في المحروقات طبعا حصل عندنا زيادة عشوائية من السائقين على المواطنين بنسبة 30-40%، وده في حد ذاته دي مشكلة، لأن النهاردة ما ينفعش إن يبقى السائق هو وفقا إن حصل إن الزيادة في المحروقات عليه فهو يغليها على المواطن. إحنا مصر لا تضرب الحكم الكونفدرالي، بل مصر تضرب الحكم الجمهوري. نعم. يبقى ان كل محافظة ليها دور واداء حيوي في ظل ان اتخذ قرار مصيري في الدولة امس لتنمية الاقتصاد المصري. يبقى لازم كل محافظ وكل محافظة مع الهيئة العامة للمرور ان يعملوا لجان نوعية. اللجان دي تعمل زي جلسة مجتمعية او حوارية مع رابطة السائقين في كل محافظة، ويتفهموا معاهم ويتكلموا معاهم ان انا النهاردة عندي ارتفع سعر البنزين الـ80 والـ90 والـ92، نعمل هامش الزيادة. هامش الزيادة ده يبقى بنسبة مئوية تدار مثلا بنسبة من 5-8 أو 9% على سعر التعريفة الخاصة بالسائقين في كل محافظة حسب الخطوط. طب سيادة السفير، هل يمكن حكم هذه المنظومة أو هذه الآليات، خاصة أن هناك عربات سيرفيس كما أوضح الأستاذ كمال ريان منذ قليل أنها تغير خطوط السير وتحدد خطوط السير، تقطع من مساحات خطوط السير، تتواصل بين المحافظات، فهل يمكن إحكام القبض على هذه الآلية؟ أنت حضرتك النهاردة لما اتخذت قرار كان قرار مصيري من الحكومة المصرية وكان قرار موفق. القرار عشان تتخذه هي ده دور الحكومة وهي دي قوة الحكومة في بسط قراراتها وتحمل التبعات لها. أنا النهاردة إدارة المرور لها أثمنة ثابتة وأثمنة متحركة، تمام؟ هخصص رقم يكون تول فري، ده رقم مجاني من إدارة المرور أو من المحافظة. ده وظيفته إن أي راكب في أي سيرفيز أو في أي مواصلة مهما كانت إيه هي نوع المواصلة، لقى إن في زيادة في الأجور يبلغ على طول برقم السيارة، وتنشر على الدوريات اللي موجودة في نطاق المحافظة. يبقى ده عبرة لغيره، لأن أنت لو ما حطيتش القوة في حماية المواطن هيبقى الموضوع عندك ماشي بعشوائية تامة. انت النهاردة حياتك في الاسكندرية في البحيرة في المحلة وصلت ل 55% زيادة التسعير. أستاذ سفير كل واحد بيزود على مزاجه، حتى عربية النقل بيزود، من ثم الشيء السلعة اللي هو شايلها بتزيد ترتيبا على سعر الوقود، فبدأت
كل واحد فيهم بيتخذ هذا القرار بفوضى كما يراه من وجهة نظره هو، وبالتالي هو المطالبة الأكيدة لوضع آليات، هذه الآليات تكون حاسمة لهذه الزيادات. لكن أرجو سيادة السفير في أقل من دقيقة لأن الوقت يداهمنا، هل مصر بالفعل يعني نوضح للسادة المواطنين إلى أي مدى ولا أي حاجة نحن في حاجة إلى رفع أسعار الوقود تحديدا؟ أسعار الوقود في العالم كله طبعا، في انت حضرتك في خلال التسع شهور الماضية كان في عدم استقرار في أسعار الوقود أو أسعار النفط والغاز في العالم كله، ومصر تأثرت بكده لأن مصر مش دولة مصدرة للغاز والنفط بل هي دولة يعني مستوردة للغاية. لذلك انت سعر الاستيراد عندك كان في مشكلة في موضوع سعر صرف الدولار داخل الدولة، انت حكمته دلوقتي ولكن هو السعر العالمي هو غالي عليك. عشان انت تظبط داخل مصر موضوع المحروقات او موضوع اسعار الوقود، اول شيء اتخذته وزاره البترول وده قرار موافق ان هم شالوا الدعم، وده ده يشيل عبء بما يعادل 20. هي الحقيقه وزير البترول اوضح اليوم ايضا ان لا زالت الدوله تتحمل دعم للوقود، فهو عمليه الرفع نسبي من الدعم وليس كل الدعم. لا ليس كل الدعم، هو رفع نسبي، ولكن الرفع النسبي ده بيشيل عليه ثقل رهيب جدا بما يعني ما يوصل 20 مليار جنيه، يعني حاجه ابروكسيميتلي. انت النهارده حياتك عشان تتماشى مع 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 الميزان العالمي في موضوع ضبط سعر الوقود داخل الدوله، لازم يبقى في عندك لجنه. اللجنه دي يعني بتقيس عمليه الهبوط او الصعود في السعر العالمي سواء في البنزين او في الكيروسين، وتعادله داخل السوق المحلي من الدوله بكيفيه الاستهلاك، لان السعر العالمي بيجبر بكل تاكيد الحكومات وليس اختيار من داخل الحكومات نفسها. تمام، بتبقى قرارات انت لازم دوليه حاكمه. تمام، الله مظبوط. تمام، سياده السفير محمد الحسيني الخبير الاقتصادي بالامم المتحده، اشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. ومشاهدينا الكرام، بعد أن تعرفنا على أهم الجوانب والتبعات لرفع سعر الوقود وما سيتخذ من إجراءات حمائية للمواطنين بعد هذا الإقرار تحديدا، دعونا نتعرف على بعض الآراء التي وصلتنا من حضراتكم خلال مواقع التواصل الاجتماعي حول كيفية مواجهة رفع أسعار سيرفيس بعد رفع أسعار الوقود. ونذهب إلى الزميلة ياسمين القفاص. إليك ياسمين. مساء الخير محمد، ومساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي برنامج همزة وصل. هكون معاكم ياسمين قفاص من غرفة المتابعة الإلكترونية، هتابع معاكم أهم التعليقات اللي وردت على صفحتنا على الفيسبوك. ناس كتير قلقانة بشأن ارتفاع سعر الوقود لأن هي شايفة أنه هيؤدي إلى ارتفاع أسعار أخرى. تعالوا نشوف مع بعض التعليقات. من أيمن الأنصاري بيقول: الرجوع إلى عودة الأسعار كما كانت قرار البنك المركزي ممتاز، ولكن ما بعد القرار تم رفع أسعار البنزين بدون أي مبرر، وهذا كله سيصب على المواطن. نحن في ظروف اقتصادية وسياسية صعبة، مصر تمر الآن بمرحلة لا نريد في هذا الوقت أي إشاعات أو زيادة أسعار، نريد تخفيض الأسعار لتخفيف العبء على المواطن المصري وتحيا جمهورية مصر العربية. شكرك يا أيمن على هذا التعليق. معي تعليق آخر من وائل فؤاد بيقول: رفع الوقود قرار غير صائب في المرحلة الراهنة، حيث أن بمجرد الإعلان عن رفع أسعار الوقود في محطات البنزين انتقل تلقائيا إلى سائقي السيرفيس والتاكسي وغيرهم من وسائل المواصلات ليضاعفوا التعريفة الرسمية إلى الضعف بدون ضابط أو رابط في غياب الحكومة. في نفس الوقت الشعب مطحون أصلا من غلاء الأسعار، وكل هذا بيصب على رأس المواطن الغلبان. يجب دراسة القرارات قبل البدء فيها وليس العكس. إبراهيم شريف بيقول: السلام عليكم، كان المفروض أن تقوم الحكومة بعمل كروت لصرف البنزين والديزل لسيارات الأجرة والسيرفيس قبل أن يتم تحريره فجأة. أما وقد تحرر سعر البنزين والديزل وتمت زيادة أسعاره، فلابد من الإسراع في عمل تسعيرة لأجرة نقل السيرفيس وسيارات الأجرة وتجديد الرقابة على الالتزام بها، حتى لا تترك أو تترك الحبل على الغارب وتترك المواطنين والسائقين يتشاجرون من أجل تعريفة الركوب. بصراحة الحكومة مقصرة ووضعت العرب أمام الحصان، وإذا أرادت أن تعدل الوضع هذا يجب من الإسراع في التسعير وضبط من يخالف التسعيرة ووضع أرقام تليفونات عاجلة لمراقبة المخالفين. أشكرك يا إبراهيم على هذا التعليق. تعليق معي آخر من محمد العريشي بيقول: ثلاث أو أربع خطوات، هما طبعا أول حاجة المحافظ، المحليات، وأخيرا القانون. أولا على كل محافظ أن يقوم باجتماع عاجل مع الجهات اللي بتحدد التسعيرة المناسبة لوسائل النقل. أما المحليات والتي عليها الكثير من علامات الاستفهام، عليها تفعيل الأجهزة الرقابية النزيهة، وأكرر النزيهة،
بالاشتراك مع شرطة المرور لضبط كل من يخالف التسعيرة التي يقرها المحافظ ومعاونيه. ثالثا والأهم، تطبيق القانون بصرامة شديدة على كل من يخالف التسعيرة. خلاف ذلك فسوف نكون أصدرنا القوانين الجديدة لدعم الاقتصاد وتركناها للفوضى ليزيد المواطن أو يزيد على المواطن معاناة كثيرة. عبد الرحيم الأمير بيقول تطبيق القانون على المخالفين للتسعيرة والتي تحددها المجالس المحلية بالمحافظات لكل خط سير بالنسبة لسيارات الأجرة أو بالنسبة لسيارات النقل، فتكون الزيادة غير مبالغ فيها مع زيادة الحملات المرورية وتطبيق القانون على المخالفين. محمد حبيش بيقول عندنا في مدينتي أجرة الميكروباص 75 قرش، السائق بياخد 100 قرش وما بيرجعش ال 25 قرش، نخليها بقى رسمي 100 قرش ولا يوجد أي مشكلة. تحيا مصر. عادل أبو شنب بيقول الناس بظروف الدولة شيء مهم، ولكن مصارحة الناس بظروف الدولة شيء مهم، ولكن أهم منه وقت المصارحة. قرار رفع الوقود في هذا التوقيت هو قرار خاطئ بكل ما تحمله الكلمة من معاني، بسبب بسيط جدا أن المواطن البسيط هو اللي بيدفع الثمن. أشكرك يا عادل على هذا التعليق، ودي كانت بعض التعليقات اللي وردت لي على صفحتنا على الفيسبوك. اسمحوا لي ألجأ مرة أخرى لزميلي محمد سليمان. إليك محمد. أشكرك زميلة ياسمين القفاص. مشاهدينا بعض التعليقات، دعوني بس أعقب على بعض ما جاء في تعليقات السادة المشاهدين، هي أن مسألة رفع أسعار بعض أو رفع نسبي من الدعم عن أسعار الوقود جاءت مفاجأة. كنا نعلم جيدا أثناء تحريك من قبل من فترة أنه أثناء تحريك سعر الصرف سيصحب ذلك أيضا رفع لبعض أسعار الوقود. هناك أيضا إجراءات حماية ستتخذ لحماية المواطن، ودعونا نتعرف على المزيد مع ضيوفنا. سيكون معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ مصطفى شرف الدين المتحدث باسم أصحاب النقل الثقيل، والأستاذ ثروت الحسيني عضو نقابة سائقي حلوان. نبدأ مع الأستاذ مصطفى. يعني أستاذ مصطفى بعد التحية، بالأمس تم رفع أسعار الوقود وتحريكها تحريك نسبي لتخفيف الأعباء عن موازنة الدولة. بعض سائقي السيرفيس وسائقي عربات النقل ووسائل النقل المختلفة سارعوا قبل تطبيق رفع سعر الوقود، سارعوا بملء خزاناتهم، واليوم يطبقون على أسعار مضاعفة أو ربما فيها نسب من الزيادة المتفاوتة على الركاب. كيف ترى هذا التصرف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو بداية السائقين ما مالوش السنوك بتاعتهم زي ما البعض. يا فندم نحن لم نعمم البعض، لان انا واحد الامر كان معلوم بالامس قبل انا واحد اصداره بساعتين كنت جاي على الطريق. نعم. انا واحد من الناس كنت جاي على الطريق مره واحده في 100 غمر بنزينه، قام قافل المكنه بتاعته وقال البنزين بتاعنا خلص. طب يا عم انا عاوز امشي، طب عاوز اركب حتى عربيتي الشخصيه. ما هو اكيد البعض مش كله يعني مفيش تمويل. احنا هنا بقى بندور على دور الرقابه، فين دور المجالس المحليه، فين المحافظين، فين زي ما سياده رئيس الوزراء دعا بكره لاجتماع للساده المحافظين عشان كل واحد يقوم بدوره. الزياده اللي حصلت ديت حتى ولو كانت زياده نسبيه مش هتكون خاصه او مش هتاثر علينا احنا بس، لا ده هتاثر علينا وهتزود في المباني، لان احنا شغلنا كاصحاب نقل تقيل احنا بننقل الرمل وزلط ومواد بنا واسمنت. النهارده انا النقله بدل ما كانت بتتكلف عليا 3000 جنيه النقله هتتكلف عليا 6000 جنيه. ليه الضعف يا فندم؟ ليه الضعف؟ ليه الضعف يا استاذ مصطفى؟ اذا الرفع كان نسبه بسيطه يعني معلش ارجوك، هل مساله الرفع في السعر نسبه الوقود زادت عليا بالنسبه الضعيفه اللي بيحملني في المحجر نفسه، ما هو بيستخدم وقود هيعلي هو كمان، بدل ما كنت انا بحجر او بحمل النقله من عنده من المحجر نفسه في الجبل بمثلا ب 1000 جنيه هتتحمل ب 1300 جنيه. الزياده دي في الاخر هتصب على المستهلك الاخير اللي هو الفرد المواطن البسيط. طب يا فندم معلش يا استاذ مصطفى استفسر بس عشان المشاهد يفهم الموقف. طب دلوقتي حضرتك انت اللي هتحط الوقود في عربيه النقل وهتتحرك بيها، هنحط او هيتحط من المحافظين هامش الربح مع تعويض نسبه التكلفه، دخل ايه بقى الشخص اللي بيحمل والشخص اللي حاطه والشخص اللي هينزل؟ يا فندم تحريك سعر الوقود ما بيأثرش على فرد لوحده، انا بستخدم وقود وحضرتك بتستخدم وقود والشخص اللي بيحملني نفسه في الجبل ما هو بيشتغل بايه؟ بيشتغل بلوادر، اللودر ده بيشتغل بايه؟ بيشتغل ماشي بوقود. ماشي يا استاذ مصطفى، ما احنا عوضنا يا استاذ مصطفى، اللي دفع ثمن الوقود جت الحكومه عوضته بتعويض رفع نسبه الهامش او هامش الربح عشان يقدر يحصل للتعويض، انتهت هنا القصه. يا فندم انا عاوز اقول لك انا هنا من 100 غمر حالا على كوبري دقدوس
اصحاب النقل الثقيل معترضين وبيقولهم لا احنا لازم يكون لنا وقفه ولازم نرجع العربيات، لان النهارده النقله نفسها ما عادتش هتصفي عليه جنيه. طيب كده النهارده طب تعالى نبحث الحلول مع بعض يا استاذ مصطفى. لو مجلس المحافظين او المحافظين كل محافظ في محافظته بدا يجتمع مع الممثلين لهذه الجهات تحديدا، شايف من وجهه نظرك انت ايه؟ معلش اسمح لي يا استاذ مصطفى، شايف من وجهه نظرك ايه الطريقه العادله اللي تكون بتحفظ حقين، حق السائق وحق المواطن البسيط برضه، عشان مش كل الاعباء تنصب في النهايه على المواطن، وانت في النهايه مواطن، انت ربما في عملك في بتحقق ربح نسبي، لكن اذا منعكس هذا الامر على المواطن ستعود وتدفع هذه القيمه كمواطن، فكيف تحقق هذه المعادله؟ اتفضل. هل 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 السيد المحافظ عنده استعداد ان يكون في رقابه حديديه من نار على البنزينات عشان الاستغلال وعلى 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 الناس اللي بتزود الاجره اعتباطي؟ هل هو عنده القدره ان هو يستقبل ناس تروح تقعد معاه ويشوف مشاكلهم ويقولوا له؟ اكيد اكيد هيحصل يا استاذ مصطفى، بس قول لي ايه الحل انت حضرتك في عجاله؟ ازاي تحفظ حقك وازاي ما نقعدش على المواطن، لانك انت مواطن في النهايه هينعكس عليك برضه. عاوزين عاوزين رقابه تامه على زياده الاسعار على البنزينات على الموازين اللي هي على الطريق. النهارده في ب 3000 جنيه موازين. تمام. اذا استاذ مصطفى، اذا من الاجراءات المطلوبه هي التفاوض والحديث مع وعرض وجهات النظر مع المحافظين والمسؤولين والرقابه الصارمه ايضا. استاذ مصطفى شرف الدين متحدث باسم اصحاب النقل الثقيل، نشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركه. ونذهب اخيرا للاستاذ ثروت الحسيني عضو نقابه سائقي حلوان. يعني استاذ ثروت بعد التحيه، كيف نستطيع ان نحفظ حق السائق في الزياده التي طبقت على اسعار الوقود وحق المواطن ايضا حتى لا يحدث اخلال باي الحقين؟ اهلا بيك وبضيوفك. أهلا بس أهلا. بحب اوضح ان الموضوع مش موضوع الزياده، وبرضه السواق مواطن وصاحب العربيه مواطن ليه حقوق. طبيعي، وهو السواق في النهايه بيرجع يبقى مواطن برضه، لانه بيشتري سلعه هو ربما عوض مكسبها. اتفضل. ايوه، المشكله مش مشكله في زياده اسعار الوقود، احنا بقى لنا اكثر من 6 شهور بنعاني من ارتفاع عالي جدا في قطع غيار السيارات. قطع الغيار جالها ارتفاع رهيب، وتحرير سعر الصرف هيزودها تاني عشان هيزود الجمرك بتاع كل هذه الامور هتوضع لها اجراءات حمايه للمواطن وحمايه للمستهلك المتخصص عموما. يعني انت مش عايزين احتكار في قطع الغيار، ما حدش يقدر يحمد. انت ما تشجعش محتكر وقطع الغيار هتبقى كويسه، لكن انت خد بالك البلد ما فيهاش مصانع قطع غيار، ما فيش مصنع كاوتش في مصر كلها، العربيات الملاكه والميكروباص كله مستورد، فاحنا اكثر ناس اتاثرنا. لكن بالنسبه لتاثير الوقود هو مش تأثير كبير، لكن احنا متأثرين بقالنا أكثر من سنة بسبب قطع الغيار بشكل في وقت ضيق جدا. أستاذ ثروت أرجو أن تطرح حلول كلنا نعرف المشاكل، نطرح الحلول. في قطع الغيار هتنزل فالناس مش هتعاني كتير، السعر السعر اللي زاد في الأجرة هيضلوا ثابت لمدة كبيرة. طب ضبط مسألة أسعار الأجرة، خصوصا إن هناك بعض السائقين مش الكل سوي، يعني هناك البعض بيستغل هذه الظروف بيغير مسارات وبيزرع في المرور وفي كل حاجة، يا دوب الزيادة اللي تناسب إن احنا نقدر نحافظ على حالة تحت السيارة بس، لا أكثر ولا أقل. طيب أستاذ ثروت، لحين اتخاذ هذه الإجراءات الحماية للمواطن، كيف يتصرف المواطن اليوم وأنا أتحدث مع سيادتك؟ كيف يتصرف؟ والله احنا طول النهار في المواقف ومباحث المرور متواجدة، والزيادة يا دوب اللي هي اللي يا دوب تقدر تحافظ على صيانة العربية والحالة الفنية بتاعتها، اللي هي يا دوب تقدر تعوض زيادة الجهاز وفرق قطع غيار بس. أستاذ ثروت أشكرك على مشاركتك معنا وعلى تعاونك وتفاهمك وتفاهم المصريين جميعا لهذه الظروف الحرجة التي نمر بها في هذا الموقف وفي هذا تحديدا في هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة. مشاهدينا الكرام، بعد أن تعرفنا على بعض الآليات وبعض الحلول والمخارج، دعونا نتعرف على المزيد من الآراء التي وصلتنا عبر موقع التواصل الاجتماعي. وعودة ثانية للزميلة ياسمين القفاص، إليك ياسمين. أشكرك مرة أخرى محمد. يعني الكل طبعا بينادي بالرقابة في هذه الفترة. معايا تعليق من عبد الرحمن رفعت خليل بيقول يجب ضبط الأسعار ميدانيا، وإلا فإن جشع السائقين سيتفاقم ويزداد سوءا. محمد جلال بيقول نشاهد العلاج دائما بصدر صورة يصدر بصورة مفاجأة وسريعة دون دراسة جميع الجوانب اللي بيؤثر وتتأثر بالقرار، لذلك نشاهد الارتفاعات السريعة بعد صدور القرارات واللي بتصب في النهاية على عاتق المستهلك والذي يعتبر دخله ثابت، فكيف يدفع الزيادة؟ المشكلة لا تتركز على ارتفاع في شيء واحد، نجد طابور كبير من الارتفاعات بيتحمله المستهلك. ما نشير إليه هو الدراسة المتعمقة والتركيز على الشريحة المقصود بها
أن تتأثر بهذا القرار، وقد جاء ذلك كما جاء في المؤتمر المقصود بزيادة الطبقات الكبيرة المستهلكة أي الفئات القادرة إذا الدراسة تكون على هذه الفئة بعينها. فتحي مبارك بيقول يجب احتساب زيادة التعريفة من خلال احتساب قيمة الزيادة بما تمثله من سعر البنزين أو السولار بالنسبة المؤيدة، مثلا الزيادة بتمثل 5% المادة تزداد بنفس الزيادة. محمد جلال: شركات الأوتوبيس العام بتجد تسعير تذكرة الأوتوبيس ثابتة لفترة طويلة، وعلى الخط الموازي السيرفيس لا توجد هيئة أو مظلة تعمل تحتها وسائل المواصلات حينما تنظم بشكل جيد مثل إدارة الأوتوبيس العام، فتكون السيطرة في سعر وسائل النقل شيء يمكن السيطرة عليه في أي وقت يحدث في تضخم أو ارتفاع الوقود. من ناحية أخرى، حماية للسيرفيس من تقديم لهم الخدمات الكافية من توفير لهم الخدمات الصحية والتأمينات. شكرك يا محمد على هذا التعليق. طيب دي كانت التعليقات اللي موجودة معنا على الفيسبوك، اسمحوا لي ان انا ارجع مرة اخرى لمحمد سليمان. تفضل محمد. اشكرك ياسمين واشكر مشاهدينا الكرام. في نهاية حلقة اليوم، نداء الى الحكومة ضرورة وضع ضوابط لعدم الانفلات من البعض في استغلال الظروف، ايضا الاستماع الى السائقين والاستماع الى القائمين على تقديم هذه الخدمات لتفاهم امرهم، ومطلب ونداء الى كل مواطن ألا نستغل بعضنا البعض حتى نستطيع أن نرقى بهذا البلد ونصل ونخرج من عنق الزجاجة ونمر بكل هذه الأزمات في سلام. مشاهدينا الكرام، قبل أن أترككم دعونا نتعرف على موضوع وسؤال حلقة الغد، وسيكون: ما هو رأيك في قرار اتحاد الغرف التجارية بوقف استيراد السلع غير الضرورية لمدة 13 شهرا تحديدا؟ مشاهدينا، كان هذه موضوع برنامج همزة وصل اليوم، وهي مواجهة ارتفاع الأسعار في خدمات السيرفيس والنقل، ونرجو التعاون من الجميع لأنها في النهاية هي مصر وحدها التي تحملنا، وهي بلدنا التي نهدف أن نرقى بها وننتقل للأمام. تحيا مصر، وأشكركم وإلى اللقاء في حلقة غد إن شاء الله.